اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. الفريك ما يحب الشريك، واحنا المصريين شطار جدا في عمال الفريك، سواء نحشي فراخ نحشي حمام، جوز الحمام محشي فريك بيتكلم مصري. ولكن النهاردة معايا طاجن الفراخ بالفريك، حاجة كده مختلفة تسهل على الأم وعلى كل المبتدئين في المطبخ إن إحنا ما ننحرمش من إن إحنا ناكل فريك، بس بطريقة سهلة وبسيطة. مش لازم أجيب جوز حمام وأحشيهم وفي الآخر الفريك يطلع من الحمام في قلب الحلة ويبقى شكل وحش. تعالوا نشوف إزاي هنعمل طاجن الفراخ بالفريك بفليفر وطعم لطيف وجميل. معانا الشتاء وايام الشتاء وداخلين على ايام الشتاء، والشوربه بيبقى لها مذاق ولها طعم تاني في كل بيت. هنعمل النهارده شوربه الجزر بالكريمه، لطيفه وجميله انا بحبها، بتبقى شوربه كريمي كده بما ان الجزر اليافه ناعمه بعد ما بيستوي، هتاخد طعم المستكه. يا سلام على المستكه مع الكريمه اللباني والجزر، اكيد بتروح في حته تانيه. تفاصيل صغيره ولكن طعم جديد وشكل جديد. الحلقه هتعجب حضراتكم لان فيها شغل كتير، وما نستسهلش لما احنا نجيب فرخه حلوه نقطعها 8 نقطعها 12. هنشوف ازاي نقطع الفراخ ونشيل الزفره منها ونعرفها على الفريك ملك المطبخ. نشوف ايه حكايه الفريك. دايما المبتدئين في المطبخ ما يبعدوا عن الفريك، يعملوا رز مثلا، يعملوا محشي، يعملوا الرز المصري رز بشعريه، ولكن الفريك ده معانا مشكله معاه، دايما مش بيستوي معانا، ولو استوى بتبقى الحبايه خشنه وما بنعرفش ناكل منه الكميه اللي تشبع. فتعالوا نشوف الفريك الاول. الفريك طبعا احنا كلنا عارفين من طبعا طالع من السنبله، القمح الاخضر قبل ما يستوي، فده الفريك. القمح قبل ما يستوي ده الفريك، اخضر، عشان كده لونه بيميل للخضار بالشكل ده، بيتيبس طبعا ويتنشف ويتعمل الفريك. غير البرغل، البرغل ده قمح صلب او قمح مستوي بتاعنا العادي، بينطحن او بيبقى مجروش، بيطلع منه برغل ناعم وبرغل خشن. لازم نعرف ايه قواعد الحاجه قبل ما نشتغل فيها. الفريك العدل بتاعه قرفه، دايما القرفه بتلعب دور مهم جدا بما ان هو غني بالانسجه وبالالياف، فلما بيشرب طعم القرفه مع السبايس بتاع الفلفل والسبايس بتاع القرفه طعمه بيبقى حلو، فاهتم بالقرفه مع الفريك. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشه. فراخ، فريك، فلفله حلوه، بقدونس، بصل، ثوم، زبده، سمنه بلدي. وهنشوف ازاي نعمل طاجن الفريك بالفراخ او الفراخ بالفريك، او نقدر نعمله باللحمه زي ما احنا عايزين. اول حاجه هنمسك الفراخ دي نقطعها 8 قطع 10 قطع زي ما احنا حابين، سكينتك تكون حاميه، وبنصحك طبعا الفرخه تتغسل كويس قبل ما نقطعها. يعني الناس اللي بتغسل الفراخ بعد ما تتقطع دي مدرسه، يعني نقدر نقول مش صحيه 100%، الفرخه تتغسل وهي سليمه افضل، بعد ما تتقطع خلاص ده الشفاء كده بالشكل ده كده. بعد ما تتغسل بشويه ملح، عصره ليمون، عندنا موسم البرتقال دلوقتي، عصر البرتقال حلوه، تبقى الفرخه معانا كده زي الفل. شايفين فرخه ازاي بريئه معانا حلوه قوي. هناخد الفرخه دي يا عم الشيف، مشاكلنا مع الفراخ دايما السلسله بتاعتها ما بتستويش بسرعه، فاحنا هنخلص منها كده. شلت السلسله، هي السكينه عارفه مكانها بالشكل ده كده، اخدها احطها هنا في الميه دي، عايز شويه شوربه انا، الفريك بيحب الشوربه، شوربه فراخ، شوربه لحمه وهكذا. خلي بالك فانك انت تصنعي شويه شوربه على النار دي حاجه حلوه. الشوربه دي تستخدميها في حاجات كتيره بقى، تعملي بيها صواني، تعملي بيها فريك، تعملي شوربه شعريه، تعملي شوربه طماطم وهكذا. فرخه هنا حلوه، باجي في النص كده بقطع الفراخ دي بعد النص كده، عايزه تكفي الاولاد، تكفي العيله كلها. تيجي عند السلسله دي كده، تيجي قطع الفرخه كده نحطها قدامنا كده عشان نتبلها تتبيله حلوه. نعم يا غالي، ممكن نحشيها فريك ما عندناش مشكله، بس خلينا نعملها بطريقه جديده النهارده. عملناها قبل كده محشيه فريك، الدبوس الحلو ده انا بحبه. نيجي هنا برضه عند الفخده دي نقطعها نصين، بسم الله ما شاء الله الفرخه كده ايه فردت عضلاتها زي ما بيقولوا، وتكفي العيله والجيران والحبايب. اهوت مش لازم ان انا بقى اروح اشتري حاجات كتيره عشان اعمل سفره خالص،
اللهم صل على النبي. كام؟ عد معايا انت كده، هتتعب من العد. حلوه. كام قطعه تقريبا؟ 4 6 8 10 12. بسم الله ما شاء الله. كل ده الفراخ معانا جاهزه، هنشيل البلانشه دي والسكينه دي ونخليهم على جنب. ده الطبيعي. قطعنا فراخ، اتغسلت الفراخ قبل ما نقطعها، بقت معانا بالشكل ده كده. تعالوا نتبل الفراخ دي يا عم الشيف. هنتبلها بايه قبل ما نعرفها على الفريك؟ اساسي التوم عندي، عصره ليمون حلوه بالشكل ده كده. وخلونا نقول فرصه هنا، بما ان الفراخ معانا متبله جاهزه تقدر تعملها كريسبي. عصره الليمون على الفراخ حلوه بالشكل ده كده، شويه توم حلوين، التوم الطازه ده بيدي للفراخ طعم، شويه الملح الحلوين، الفلفل الاسود المجروش ده اساسي، ما تكتريش توابل كتيره لان الفريك هنا عايزين نطعمه كويس. عندي فلفله حلوه عارفاها دي، الهريسه اللي بتطلع من الفلفل الرومي كلنا عارفينها. الفلفله الحلوه دي اساسها الفلفل ده، بيتجاب يتقطع نصين. اخواننا السوريين شطار جدا في عمايله على فكره، وبيتعمل وبيتخزن وبيتباع، وبعد كده ما ينشف ويتيبس بينطحن بالمفرمه، وبعد ما ينطحن بالمفرمه بياخد زيت زيتون ويتحفظ في برطمانات. دي اسمها الهريسه او الفلفله، دي المسميات بتاعتها في المغرب وتونس والجزائر. تحيه كبيره لطبعا اخواننا هناك بيسموها الهريسه، احنا نسميها فلفله حلوه هنا، ومسمياتها برضو في دول الشام الفلفله الحلوه او الهريسه. تعالوا مع بعض تبلنا الفراخ بالشكل ده كده، بناخدها كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انس انس للزفاره مكان بينا. ليمون، فلفله حلوه، ملح وفلفل. ليمون، فلفله حلوه اللي هي الهريسه، وملح وفلفل. اصبحت الفراخ هنا ما اقولكيش زي ما هي كده. معايا طاسه شديده الحراره على النار، كل القصه ان انا احط شويه زيت صغيرين هنا كده مع مكعبين من الزبده، مكعبين من الزبده مع معلقتين زيت زيتون، واخد الفراخ دي اصنع الطعم. بسم الله، ادي الفراخ بتاعتنا الحلوه. الله، هو ده. لا ريحه حلوه عجباكي؟ ها، مستكتره الفرخه، الفرخه طبعا وهي سليمه، يعني مش متخيله ان ده كله يطلع منها. سمي بسم الله بس، خلي بالك والبركه تجيلك على طول. شفت الحلاوه دي؟ ده الصدر، اللي بيحب الصدر اهوت، وده الورك او الدبوس. ركزي بقى في الحته اللي جايه دي كده، هتسيب الفراخ ده على النار بالشكل ده كده. اخواننا وحبايبنا الاساتذه المصورين، معايا بقيه التتبيله بتاعه الفرخه اللي هو الفلفله مع عصره الليمون مع البهارات الحلوه. بنزل ببصل ناعم، بشويه توم كمان. الله، برافو عليك يا حلوه، شفت الست الطيبه؟ الفريك ما يحب الشريك. هننزل عليه بالتتبيله دي ونقلبه ونحضره معانا. هو ده طاجن الفريك. دي مدارس بقى، يعني انت ممكن تعمليه بطريقه احسن مني على فكره، واحنا المصريين الشطار، الريف المصري والصعيد المصري بالذات شطار جدا في عمايل الفريك، سواء حمام بالفريك، وده اهداء الحما لجوز بنتها الصباحيه، الحمام بالفريك في المناسبات، بنروح بعض المطاعم المشهوره ناكل الحمام المحشي، واحنا شطار جدا في عمايله، بتيجي الناس من كل الدول تاكل عندنا الحمام المحشي، الحمام المصري بالذات لا يعلى عليه، كل الكلام ده. ولكن انا بجتهد في ان انا اعمل حاجه بفكر تاني، زي ما بقول دايما تفاصيل صغيره ولكن معنى كبير وطعم جديد. ده فريكه مع بصل مع توم مع الفلفله الحلوه مكان ما تبلت الفراخ. وامسكه كده اشربه في ليفر والطعم بتاع القرفه الناعمه. واحضره معايا كده زي الفل. والفراخ على النار، هسيبهم كده وتعالوا نشوف اخبار الفراخ ايه. ايه الدنيا هنا؟ نار شديده. خلي بالك كل ده الفراخ بتديني جوس، بتديني عصير، بتديني بهريز، هيلعب دور كبير جدا في تسويه الفريك بتاعي. شوربه يعني من الاخر. الفراخ على النار بتستوي زي الفل. حابه بقى تضيفي شويه خضار؟ ماشي. فلفله حلوه؟ ماشي. جزر مبشور؟ ماشي. زي ما انت عايزه. بصل اخضر؟ ماشي.
دي بتاعتك انت. عايزه تحط شويه مكسرات على وش الفريك بعد ما يستوي، ماشي، نخليها تستوي كده الفراخ بالشكل ده كده. عندي شوربه نحط عليها شويه كرفس حلوين. الشوربه دي عندك هنعمل منها الجزر. شفت بقى الفكر المطبخي؟ ده كرفس مع العظم بتاع الفراخ. نسيب الشوربه دي تغلي على النار معاها بصلايه حلوه. يبقى انا عملت شويه شوربه كمان. الشوربه دي هعمل بيها شوربه الجزر. شفت المطبخ حلو ازاي؟ بس لما تشغلي دماغك كده وتقفي بحب، ودايما اقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي من المطبخ. الكلمه الحلوه بتيجي بعد المطبخ، القعده الحلوه بتيجي بعد المطبخ، السهريه الحلوه بتيجي بعد المطبخ. شفت دي شوربه. وبعدين في فرق لما ست البيت تعمل حاجه بحب وداخله المطبخ مش ملزمه وواجبها ان هي تعمل اكل، بتحس ده زي واحد رايح شغل الصبح طبيعي، يصحى يشغل عربيته ويركب مواصلات عادي دلوقتي ويجي رايح على الشغل. ده اداء وظيفي، اداء واجب، وده غير لما تخش المطبخ. حابه تخش المطبخ تعملي حاجه، حتى كوبايه الشاي اتعملت بمزاج بيبقى طعمها حلو. خلونا طبعا الفراخ على النار قدامها وقت تستوي كده، شايفه قدام عينيا بتتدلع في قلب الطاسه اهيت، واخده الفليفر والطعم. عندي شويه شوربه حلوين، الكرفس ملك الشوربه عشان هعمل شوربه الجزر. عندنا الفريك ما يحب الشريك، بس طبعا انا مدلعه. الفراخ لما تتغسل وهي سليمه عكس ما تتغسل وهي متقطعه، بنفقد جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها. انا الفرخه بعد ما قطعتها حطيتها تبلتها بليمون وتوم زي ما حضراتكم شفتوا وفلفله حلوه، وحطيتها في زبده وزيت تتحمر. الطبيعي لازم اغطيها بالشكل ده كده. حلو قوي. جاي على بالي الفريك يحب الجزر برضو، خلي بالك. بس التقطيعه هنا بقى تختلف شويه بتاعه الفريك. ليه يا عم الشيف؟ الفريك من الحاجات اللي هي طعمها شويه مش مهضوم، مش مقبول قوي يعني. فلما احط جزر سكريات معاه بتبقى لطيفه وجميله. هاخد الجزرايه الحلوه دي كده بعد الفريك ما بيستوي، يبقى شكلها حلو قوي في قلب الفريك. خدت زي ما هي كده اهي، شفت الطريقه دي زي الفل. اخدتها كده بحطها على الفريخ. الله، انا عارف مخرجنا الحلو يحب الصوره الحلوه. واسيبها تكمل سواها هنا. لازم تهتمي بطاجن الفريك ده. معانا فريك والاولاد هياكلوا والضيوف هياكلوا والجيران هتاكل والحبايب كلها زي الفل. عندي شوربه اللي انا هسوي بيها الفريك على النار. شفت الحلاوه دي؟ اهو ده يا عم الشيف، ده ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ الفريك هنا بيشرب البهريز اللي نزل من الفراخ، البهريز اللي نزل من توابل الفراخ. اكله اكله بيتي يعني، اكله من المطبخ المصري والريف المصري. شفتي الفراخ دي هتستوي في قلب الفريك. لا والجزرايه مخرجنا الجميل عملت يعني صوره حلوه قدام حضراتكم اهيت. لسه طبعا هحط له شويه فلفل كمان بالشكل ده كده، خليها على النار الشديده دي بالشكل ده كده. الله. عندي شوربه. الله، اهي الشوربه بتاعت الفراخ. شفت المطبخ وحلاوته؟ شفت المطبخ وجماله؟ هو ده. الله، ده الموضوع سهل جدا يا مغازي. انا فاكره الموضوع صعب خالص. خلصت الشغل بتاعنا. نسيبه بقى يستوي يعيش مع نفسه. في خطا احنا بنقع فيه دايما، لما بنيجي نستعمل الفريك بنغسله وننقعه في ميه ونسيبه. ده غلط. الفريك والرز بالذات لما تيجي تستخدميه بتغسليه مره واثنين وثلاثه وبعدين تصفيه كويس بمصفاه ناعمه طبعا، وتسيبيه بعد ما تصفيه كويس، مش يتخلي الميه فيه. خليه على النار كده، وخلونا ناخد بعضينا ونروق الكاونتر بتاعنا
ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل عايز اقول استخدامك للفريك لازم تحط في الاعتبار، لازم الفريك ياخد من طعم الحاجه اللي بتعمليها. بتعمليه مع لحمه، بتعمليه مع فراخ، بتعمليه مع سي فود، ازاي؟ دي مدرسه زي ما انا اشتغلت كده دلوقتي. شوف الفريك بقى يقول لك ما يحب الشريك، بس هو عايز الاهتمام، هو عايز الاهتمام. حاضر، هو ده. انا معايا شويه فلفل بحطهم على الفريك ده ادلعه، معايا شويه خضار حلوين، السفره بتاعتي دي عايزه طبق سلطه، فحضرتك كده بتهتمي، ودايما طبق السلطه ده لوحه فنيه، اثبات للوجود، اثبات ومعطيات انك بتحب المطبخ، اثبات ومعطيات انك بتحب الضيوف اللي معزومين، من شكل تقطيع السلطه، تقديمك ليها، ده مهم جدا على فكره. فتعالوا مع بعض. ده فلفل اخضر واحمر، حلو قوي، والفلفل الجميل الحلو ده كده. هنعمل طاجن احنا، فبناخد الفلفل ده كده بنقطعه في قلب الطاجن. طبعا ده دايما لما بتضيفي الفلفله الملونه بالذات، بما ان هي مع الفاهيتا معانا مع الطواجن معانا، بتضيفها اخر حاجه عشان يبان الجمال بتاعها. ما تغليش على النار كتير، ما هيش فريك وما هيش بصل او هي جزر انك انت تهتمي بيها في تسويتها جامد، لا، لازم تحطها على النار وقت قليل جدا عشان تشوف ايه خضارها وجمالها. خضار ده بالشكل ده كده. كل ما اهتميت بكميه الخضار مع الفريك كل ما الفريك يبقى طعمه حلو. ليه؟ الفريك الانسجه بتاعته، الالياف بتاعته بتشرب الفليفر بتاع الخضار، انواع الخضار نفسها. خدهم كده زي الفل. هناخد الخضار ده بعد التقطيعه الحلوه دي كده. ايه رايك مخرجنا؟ انا عارف انت بتحب الصوره الحلوه دي. ينزل هنا. نقلب كل ده مع بعض. اصبح ان السفره بتاعتي فيها كل حاجه حلوه. قال ما يحب الشريك، قال ده كلام راجل طيب. تاكل الفلفله ولا تاكل الفراخ ولا الفريك الحلو، وبعدين لما تطلع لك حته الفراخ كده متغلفه فريك، متغلفه طعم، اكيد طبعا طعمها بيبقى ايه، لطيف وجميل. شفت؟ اقلب كده واسيبهم على النار. اما اعمل تركايه حلوه دي ما حدش بيعملها غير الشاطر، يعني انت شاطره في المطبخ هتعمليها. معايا شوربه فيها طعم المستكه وطعم الكرفس. اللي انت بتفكري فيه ده، صح، برافو عليك. ودايما من جاور السعيد بيسعد، من جاور السعيد يا عم شفيق بيسعد. ايه المشكله لما اخد شويه شوربه من دول كده؟ بص على الحلاوه دي كده، هو ده. تشريبه كمان واحده، كمان واحده، واسيبهم على النار برضو. تاني محدش بيعمل الحاجه دي غير اللي فاهم مطبخ. واسيبه على النار يا عم الشيف. حله الفريك مع الفراخ مع الخضار، اكله تكفي العيله زي ما قلت في البدايه، والاسره والحبايب. بص عليه، انا عاجبني قوي الطبق ده على فكره، يعني لو عامله عزومه. شفت الجو ده كده؟ تاخدي معلقتين من دولت كده. نعم، لا الفراخ استوت. وفكره ان انا احط الفليفله مع الجزر في الاخر ده، شفت ده؟ هو دي المفروض بتغلش اكتر من كده. ضاع الطعم، ضاع الجمال. شويه الفريك يتبلع لوحديهم. يلا بينا، اللهم صل على النبي. الله الله، ربنا يبارك لك يا عم الشيف. ده الفرخه بنجيبها الواحد يضرب ايده فيها بس كده يشمر القميص، خلصت دلوقتي. معرفش ليه البركه مش فيها، لا الفرخه تكفي عيله. والله كل ما اضرب المعلقه يطلع معايا فراخ، يعني الفراخ اكتر من الفريك. بتضحكي؟ انا مش بهزر، خلي بالك. الله، مش شايف قدامي غير فراخ. الف انا وشيفها. ظبط السرفيس ده كده. وفرخه دي وزنها انا شايف الفاتوره بتاعتها والله عامله تقريبا 850 جرام، مش مكمله كيلو. بس انا يعني عايز اوصل رساله، الموضوع مش بالمشتريات،
الموضوع مش بان انا اجيب فاتوره عاليه، لا، انت بس اتفرجي على برنامج اكله امي على القناه الاولى الشيف المغازي. فرخه جبناها، شويه سلطه عملناهم من الدرج بتاع التلاجه اللي فيه الخضار تاريخ صلاحيته قرب يخلص نسياه، عملنا شوربه الجزر الكريمه بالكريمه والمستكه، عدك بقى شويه فواكه، عصير فريش ليمون بالنعناع، الحاجات اللطيفة دي على السفرة بتاعتك في أيام الشتاء، لأن الشتاء طبعا له الأكلات بتاعته وليه المشروبات بتاعته اللي هي بتناسب البرد والأطفال الحلوين ومشاكل البرد. بجد سفرة هنيئة يعني، رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ناس بيرو. We'll be right back.